السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعاتي الأوفياء، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نعطيكم طريقتي في تحضير سمك السردين بدون يعني غادي نحضروه في الفرن، وكيجي بحاله مقلي لأنه شحال من واحد كي يعني كيدار السردين في الفران ولكن كيجي ناشف. فغادي نعطيكم طريقة باش السردين إن شاء الله كيجي بحاله مقلي، كيجي بنين بزاف ولذيذ، وبالتالي ما كينشفش لينا في الفران. هنا عندي السردين، هنا غير يلا غسلت هذا الحوت، فقط غادي نستعمل غير السردين بوحدو هو اللي غادي نستعمل في هذه الوصفه ان شاء الله. هنا اول حاجه غادي نبدا بها هي انني غادي ندهن الطاوه ديالي اللي غادي نحضر فيها هذا السردين. هذا غادي ندهنه بواحد نص معلقه صغيره ديال الزبده. الزبده هي اللي كتخلي لنا الطاوه ديالنا ما تنشفش من الاسفل، يعني كنضمنوا ان الاسفل ما غاديش نشف فيه هذا السردين. هذا فقط كما قلت لكم نصف ملعقه صغيره، يعني قليل فقط ديال الزبده، ندهنوها هكا باش كتبقى لينا الطاوه ديالنا فازقه ما تتنشفش كما شفتوا. هنا غادي ناخذ بالنسبه للحشوه كل واحد وشنو كيدير في الحشوه. هنايا كندير فيها تقريبا التوابل، الثومه، الربيع والمعدنوس، كل شيء كنديرو. غادي نعصر عليه شويه ديال الحامض، الحامض كما عرفتوا راه كيجي زوين بزاف في السردين. هنا عوض الزيت ما غاديش نديرها دابا، غادي ندير الماء، ندير بعدا الملح. البنات نسيت، واخا السردين راه هو تيكون مالح، المهم تندير واحد الشويه، تنخلط وتنخلط بالماء، ما تنخلطش نهائيا بالزيت لانني الزيت بغيت نخليها نحتفظ بها حتى الاخير، هذا باش غادي نستعمل. كما شفتوا غنزيد شويه باش كيعطيني واحد شويه ديال هكا. ها الحشوه ديالي واجده. دابا غادي ناخذ السمك ان شاء الله وغادي نبدا نحضر فيه عادي بحال بغيت نقلي السردين، يعني عادي غادي نعمروه هكا، نحاول نعطيه واحد شويه ديال ونستفو في الطاوه بهذا الشكل نفس الطريقه، كنبقى نستمر هكا حتى كنسالي السردينات اللي عندي كاملين. هنا قربت نسالي كما شفتوا البنات، فرا كنحاول هاد الحشوه ملي كنهزها كنحاول نعصرها هكا وتنديرها لانني بغيت داك الماء غادي نبغيه، دونك ما بقى ليا والو، بقات ليا هادي بوحدها. غادي نحاول نعصر عاود هاد العطريه هادي باش نستفاد بهذا الشكل كما شفتوا. دونك هذه هي الطريقه الاولى، هي المرحله الاولى. هذا الشيء اللي بقى ليا كما كتشوفوا تنحاول نسقي به الحوت او السردين بهذا الشكل هذا. هنا سالينا المرحله الاولى كما كتشوفوا، هنا ان شاء الله غادي ندخلوه للفران. الفران ما يكونش مجهد، يكون ناقص باش كيطيب ليا، باش ما كيتحرقش ليا الحوت من الاسفل وكيطيب ليا على خاطرو. غادي ندخلو تقريبا واحد 15 دقيقه. درجه الفرن اللي غندير انايا في الفران 150، اللي غادي ندير 15 دقيقه فقط ونكملو ان شاء الله، لان مازال خطوه اخرى باش ينجح لينا هذا السردين هذا في الفران. كما كتشوفوا هنا وضعت السردين، درجة الحرارة كما قلت لكم تكون ناقصة كما كتشوفوا، درتو على 150. وهنايا خدمت الفرفارة، اللي ما عندوش الفرفارة فقط يكتفي انه يخدم غير هاد الجوج فقط، غير هكا يخدم الفران من الفوق ومن التحت، اسفل ولا فوق، يعني نديرو يبقى واحد المساحة لتحت، تبقى مساحة لتحت ونطلعو الفوق باش ما يتحرقش ليا من الاسفل. الا تحرق من الاسفل غادي 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 ينشف. دونك نخليوه هكا واحد 15 دقيقه ان شاء الله ونطلعوا عليه.
هنا الحوت كيطيب ليا في الفران وانا كنوجد ليه. فهذه هي المرحله اللي باش يجيكم ان شاء الله السمك ديالكم او السردين ما يجيش ناشف. انا كناخذ الزيت يلا دابا عاد باش غادي ندير الزيت ان شاء الله. غادي نضيف تقريبا ما يعادل 2 معالق حتى 3 ديال الزيت. غادي نضيف نفس الكميه اللي درتها زيت، غادي نضيفها ماء ماء عادي ديال الروبيني، وتنخلط المكونات كما شفتوا بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نجيب يعني كما شفتوا راه يعني ما كاينش شي مكون اخر غريب، فقط الزيت والماء، هذا هو السر باش يجيكم ان شاء الله السردين ديالكم غزال وبحاله مقلي. هنا كما كتشوفوا تناخذ داك الخليط وتندهنوا السردين ملي تنخرجوا من ملي كيكمل ديك 15 دقيقه. انا كنبقى نطلع عليه يعني هو راه ما تيديش لان السردين دغيا كيطيب. هنا راه ما كملش ليا 15 تقريبا 12 دقيقه فقط وحيدته وتنسقيه بهذا الزيت والماء اللي خلطت. هنا غادي نردوا واحد 5 دقائق فقط لان الفران راه سخون، غادي نردوا الوسط 5 دقائق فقط وغادي نخرجوا ان شاء الله باش نشوفوه الشكل النهائي ديالو. السردين ديالنا ها هو كما كتشوفوا، راني قربت لكم الكاميرا باش تشوفوه كيفاش كيجي. كيجي كيلمع زوين بزاف وهشيش، ما كيجيش قاصح نهائيا. كنتمنى ان هذه الفكره تنال الاعجاب ديالكم، اللي هي اللي كنستعمل دائما وهي المعتمده عندي بحكم ان الزوج ديالي ما تيحملوش ناشف وتيبغيه مقلي وانا كنبغي نحيد المقليات، فهذا اروع حل. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.